الحمد لله المحيط بكل شيء الرقيب، العليم الخبير السميع القريب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تخفي الصدور وما تعلن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، أعظم الخلائق معرفةً بالله، وأصدقهم إقبالًا على الله، وأجلهم تواضعًا وتذللًا لعظمة الله، أمكنهم في العبودية، وأعرفهم بأسرار الربوبية. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك خير البرية سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به وتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرون به والمنذرون أخطار مخالفته والخروج عن منهاجه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. تقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، إنما يتقبل الله من المتقين. وإن من ركائز تقواه اختيار الصحب والمصاحب والمرافق والملازم والمجالس، فإن لها آثاراً قوية في تمكين التقوى أو هدمها، في تثبيتها أو زعزعتها عن القلب. الصحبة رتب الله عليها أخطاراً كبيرة، سلباً وإيجاباً، ثواباً وعقاباً، حاضراً ومآباً. ولذا لا نجد خيراً من وصف الصديق أنه صاحب خير الخلائق في كتاب الله، حين ذكرنا الله بهجرته، هجرة نبيه صلى الله عليه وسلم مع صديقه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وقال لنا سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهل تجد ثناء على الصديق أكبر من أن يثني رب العرش العظيم عليه أنه صديق سيد المرسلين، صديق خاتم النبي، صاحب خير الخلائق أجمعين، إذ يقول لصاحبه؟ فإن كان المرء من جليسه وعلى دين خليله ومن صاحبه، فما مقدار هذا الثناء العاطر من الإله الفاطر على هذا العبد الموفق الذي آزر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحوال والشؤون كلها، وقال عليه في أول إسلامه: ما عرضت الإسلام على أحد إلا كان له تردد إلا أبا بكر
فحين أخبرته استجاب وآمن بلا تردد. ثم قال في آخر أيامه: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتودع الأمة الشهر الأول من العام الهجري، من العام القمري، من العام الذي مضت فيه على هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تمضي فيه على هجرة المصطفى 44 بعد 400,000 من هجرته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. في توديع هذا الشهر الأول الذي نقص فيه من أعمارنا بمقدار ما مضى علينا من هذه الأيام والليالي، وقربنا من لقاء ربنا، وقربنا من اللحوق بمن قبلنا، عند توديع الشهر الأول نحب أن نتذكر وتتذكر الأمة شان هذا القول من ذي الحول والطول، إذ يقول لصاحبه: لنعمل تقوى الله في المصاحبة، لنعمل تقوى الله في الأصحاب، لنقيم حق تقوى الله في من نختار أن نصاحب. أيها المؤمنون، كم تزلزلت من أسس التقوى وهدمت بصحبة ضال، بصحبة مجرم، بصحبة فاسق، بصحبة بعيد عن الله، بصحبة ملبس، بصحبة كذاب، بصحبة متجرئ على الحق ورسوله. وكم انتشرت شؤون هذه الصحبة في واقع هذه الأمة بالوسائل المتعددة والوسائط المختلفة والأسباب المتكاثرة، وصاحبوا مباشرة وصاحبوا عبر الأجهزة كثيرا من الخائنين، وكثيرا من الفاسقين، وكثيرا من الضالين، وكثيرا من المبتدعين، وكثيرا من الملحدين، وكثيرا من الكافرين، وأثروا في الأمة أثرا، وكان لهم في واقع الأمة خبرا. أيها المؤمنون بالله، إن هذا التساهل بالصحبة يهدم قواعد التقوى لرب العالمين والأدب مع أرحم الراحمين، فإن الصاحب ساحب لك إلى ما هو عليه، إن كان ظلمة وإن كان نورا، إن كان ضلالا وإن كان هدى، إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان صلاحا وإن كان فسادا. فاتق الله وتحر في معنى الصحبة، وانظر إلى هذا الثناء العظيم من الإله العظيم على أبي بكر، إذ يقول عن رسوله: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. يا من مال ويا من التفت إلى الكلمة السفلى ليسفل بها، ولن يعتلي ولن تعلو على كلمة الله، فكلمة الله هي العليا. أنقذ نفسك، إنك تنحرف وتميل إلى الكلمة السفلى برضاك بمصاحبة متجرئ على الخلاق، برضاك بمصاحبة سيء الأخلاق، برضاك بمصاحبة من خرج عن سنة حبيب الخلاق. أيها المؤمن بالله تعالى، تفقد شأن الصحبة واتق الله، واصحب
ربك واصحب ربك باستحضار عظمته واطلاع عليه وتلاوة كتابه وتدبره. فصاحب القرآن مصاحب للرحمن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال من أنزل عليه القرآن. أين ذهبت صحبة القرآن؟ وما الذي حل فينا من صحبات أثرت شديد التأثيرات في الأفكار والسلوكيات وفي النظرات والتصورات وفي المعاملات؟ أثرت هذه الصحبات، كم أظلمت من قلب بصحبة متجرئين على الرب، بصحبة مزينين للباطل وسوء، بصحبة متجرئين على الأحياء والأموات ينسبون إليهم ما هو منزه عنه، ما هم منزهون عنه، وينسبونهم إلى ما تبرؤوا منه. كم من آثار هذه الصحبة هوت بصاحب السنة إلى البدع، وهوت بصاحب الاستقامة إلى الانحراف، وهوت بطالب العلم من صفائه واجتهاده إلى كدره وإبعاده، والعياذ بالله تعالى، وهوت بصالح إلى الفساد في الاعتقاد أو في النية أو في العمل أو في الأقوال. اتقوا الله تعالى وانظروا من تصاحبون وكيف تصاحبون. ها أنتم في الجمعة وأنتم على قدر الصحبة مستنورون بأنوار الجمعة أو محرومون من نورها، مترقون بمراق الجمعة أو منخفضون لا ترقون في أطوارها، مستفيدون من أسرار الجمعة أو محجوبون لا تعلموا لا تصيبكم أسرارها. على حسب الصحبة أنت صاحب من ها هنا؟ جئت إلى بيت ربك بأي آثار من صحبة كتابه، بأي آثار من صحبة سنة نبيه، بأي آثار من صحبة الصالحين الأخيار المتقين الأطهار في زمنك ووقتك ومكانك، والداخل إلى الجمعة بصحبة فساق أخذوا قلبه وعقله ولبه ووقته وعمره. يحرم من كثير من خيرات الجمعة إن لم يحرم من كلها، ويحضر صورة لا مانع لها بشر الصحبة التي رضيها لنفسه وبات عليها في الليلة البارحة تأخذ النصف ساعة، لا بل الساعة، لا بل الساعة والنصف، لا بل الساعتين وأكثر. صحبة أشرار، صحبة فساق، صحبة محجوبين، صحبة مقطوعين، صحبة مبعودين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كم أثرت هذه الصحبات في أحوال المؤمنين والمؤمنات، وكم هوت بأناس إلى الحضيض ومنعتهم الحظ العظيم والخير الجسيم. ألا إننا نحتاج إلى أن نقيم تقوى الله في موازين الصحبة، وأن نأخذ من الأعمار المنقضية السريعة الانقضاء نصيبا في صحبة الله وصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم والسنة الغراء وأخبار الأخيار من آل البيت الأطهار والصحابة وتابعيهم بإحسان في دائرة قول ربكم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل الفوز العظيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، واجعل لقلوبنا أدب صحبة معك نراقبك في الغيب والشهادة، ونسعد بالإقبال الصادق عليك أعلى السعادة.
اللهم وأنقذ وأيقظ قلوب الأمة في المشارق والمغارب، وادفع عنهم ما حل بهم من المصائب والنوائب ظاهرها وباطنها، يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العليم الخبير العلي القدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحاكم بين خلقه فيما كانوا فيه يختلفون في يوم المصير، الذي يسوق المتقين إلى الجنة زمرا، ويسوق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وبئس المصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد ذي القدر والجاه الكبير، وعلى آله وأصحابه وأهل محبته والتأدب بآدابه، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم،
إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. أيها المؤمنون بالله تعالى في علاه، لا تقعدوا مع من كذب بآيات الله، ولا من استهزأ بها بأي صورة من صور الاستهزاء، ولا من أولها غير تأويلها، ولا من أنزلها غير محلها، وإنهم بصحبتكم ليلتمسونكم حتى تكونوا في ميزان ربكم أنكم مثلهم، إنكم إذا مثلهم. ومن سقط من عين الله فلن تنفعه طائفة ولا جماعة ولا حزب ولا هيئة ولا دولة ولا وزارة ولا غير ذلك. أيها المؤمنون بالله، بسوء الصحبة ساءت الأخلاق، بسوء الصحبة غضب الخلاق، بسوء الصحبة بدلت السنة بالبدعة، بسوء الصحبة انتهكت حرمات الأحياء والأموات، بسوء الصحبة ظهرت الرغبات في الفانيات، بسوء الصحبة وسيئت الظنون في الأحياء والأموات، بسوء الصحبة ارتكبت الكبائر، بسوء الصحبة قطعت الأرحام وعق الوالدان، بسوء الصحبة تكدرت القلوب وأظلمت، بسوء الصحبة حرم الكثير لذيذ المناجاة وحسن المصافاة من رب العرش تعالى في علاه، وحرموا محبة مصطفاه ورؤياه في الدنيا، ويوشك أن يحرموا من رؤياه في الأخرى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. بسوء الصحبة تحول العمر إلى أسباب غصص وشدائد وعذاب أليم. أيها المؤمنون، أقيموا الصحبة على وجهها كما يرضاه ربكم تقوى له. وصاحب القرآن متدبرين متأملين، من كان طالب علم ومن كان عابدا ومن كان من عموم المؤمنين، لا عذر له في أن يفتح باب الصحبة في كتاب الله. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه. في كل الظروف وفي كل الأحوال، مقاتلكم وتاجركم وأهل صنائعكم وحرفكم ومرضاكم، فاقرؤوا ما تيسر منه. لا تقطعوا الصلة بالقرآن إن كنت مريضا، وإن كنت في الجهاد في سبيل الله، وإن كنت طالب علم، وإن كنت في ابتغاء فضل الله بحرفة أو صناعة أو زراعة أو تجارة، لا تقطع صلتك بالقرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكنا نعلم الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة من الأميين صحبتهم من القرآن في أمرين: الأول حضورهم لأحزاب القرآن بين المغرب والعشاء وآخر الليل، فيكاد على أحدهم يمر المصحف في كل أسبوع من أوله إلى آخره، وثانيها بكثرة تكريرهم للسور القصيرة التي يحفظونها، قرأوها في متاجرهم وقرأوها في مزارعهم وقرأوها في مهنهم وحرفهم ارتباطهم بالقرآن وصحبة له. أين بدلت هذه الصحبة؟ فصار أصحاب المهن والحرف ما يصاحبون. بقي من الخير ما يستعمل بعض الناس أن يفتح إذاعة فيها قرآن أو فيها علم أو فيها موعظة أو تذكير وهو في حانوته أو مكانه، عمل صالح ورابطة بالله وصحبة صالحة، ولكن عامة المؤمنين من صاحبوه ومن جالسوه وإلى من استمعوه؟ وإن كانت الأشهر تمر عليهم وهم في هذه الحالة، فإن الشدائد التي يعانون منها ينذر بأن تشتد عليهم، لأنهم لم يرجعوا إلى ربهم ولم يصلحوا ما بينهم وبينه. فاتقوا الله ولا تصاحبوا من يجرئكم على الله ولا على خلق الله،
جل جلاله وتعالى في علاه، فإنهم يستخدمون أنواع التلبيسات والكذوبات والحيل والمكر والخدايا ليكذبوا على من يصاحبهم، ليستجروه إلى شرورهم وإلى آفاتهم، اعتقاداً كان أو مسلكاً أو قولاً أو فعلاً أو فكراً من الأفكار. ألا صاحب الرحمن بتلاوة كتابه وتدبر آياته، وصاحب رسوله بالمحبة والتعظيم وكثرة الصلاة عليه وقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم وتأمل أخلاقه ومعاملاته وأحواله من قبل البعثة وبعدها إلى أن لقي الله جل جلاله، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المؤمنون بالله، اتقوا الله في هذا المضمار، وأقيموا ركيزة الصحبة على التقوى رعاية لعالم الإسرار والإجهار وخشية منه، إنه إليه المصير وهو الحاكم القهار. وأكثروا الصلاة والسلام على النبي المختار، فإنها وسيلة صحبة له تتنزهون بها عن الأكدار والظلمات بشوارق سواطع الأنوار، بصلاة ربكم عليكم وصلاة نبيكم عليكم وسلام ربكم عليكم وسلام نبيكم عليكم، إذا صليتم وسلمتم على نبيه محمد. فإنها ذات الشان، وإن أولاكم به يوم الهول المهول والشدائد وزفير النيران أولاكم به أكثركم عليه صلاة في آناء الليل وأطراف النهار، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ولقد قال تعالى تعظيما لشان عبده المصطفى وتفخيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار، وعلى صاحبه وأنيسه في الغار، مؤازره في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب المنيب الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى الحمزة والعباس، وعلى أزواج نبيك أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته المطهرين، وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي كلمة المؤمنين، ودمر أعداء الدين، ورد عنا كيد الكائدين، وشر كل ذي شر من الإنس والجن والخلائق أجمعين. وارزقنا اللهم الحضور معك في أيامنا وليالينا، ومراقبتك في ظواهرنا وخوافينا، واتباعنا الحق الكامل التام لمعلمنا وهادينا. اللهم خلقنا بأخلاق المصطفى، وأدبنا بآداب نبيك المجتبى المقتفى، سيدي أهل الصدق وسيدي أهل الصفاء.
اللهم ارزقنا حسن الاستقامة على منهاجه والرقي بمعراجه، اللهم وانظر به إلينا وإلى قلوبنا فاجعلها مصاحبة لذكرك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد للقائك والاكتفاء لخاتم أنبيائك والاهتداء بهديه طلبا لرضائك. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا، ولا تصرف من أهل الجمعة أحدا إلا وقلبه مصاحب لتقواك، ملآن برجواك، يخافك ويخشى عذابك ويخشى إعراضك ويخشى يوم لقاك. اللهم اكتبنا في ديوان من تحبهم ويحبونك، ونزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك. يا أرحم الراحمين تدارك أمة نبيك الأمين، واكفهم البلايا والرزايا ظاهرا وباطنا يا أكرم الأكرمين. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياهم وموتاهم إلى يوم الميقات يا غافر الذنوب والخطيئات، وبدل جميع سيئاتنا حسنات، واختم لنا بأكمل الحسنى، وارزقنا مرافقة حبيبك في البرزخ ويوم الميقات وفي أعلى الجنات. يا مجيب الدعوات، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث وانهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.